حمص البياضة وادي العرب 27/11/2011 الشهيد أحمد سكاف بإذن الله. هذا إصلاح هذا الشارع الحيوان رحمة الله عليك. الشهيد أخي شو بتحب تحكي لنا؟ كيف استشهد يعني؟ يعني قطع طريق شو عم يساوي بس؟ واقف كان واقف على الشارع على باب بيته. لا حول ولا قوة إلا بالله. حل عصابات الأسد يعني عصابات الأسد تستهدف كل شيء يتحرك في منطقة البياضة خصوصا من على باب منزله تم قنصه. رحمة الله عليك يا شيخ. إلى جنان الخلد بإذن الله. حمص البياضة بإذن الله الجيش الحر لن ينسى. حمص البياضة 27/11/2011 الشهيد أحمد سكاف بإذن الله.